عندما يحصل الطلاق بين الزوج والزوجة ولهما طفلة وهي بحضانة أمها، كم من العمر تبقى هذه الطفلة بحضانة أمها؟ وهل تخير بعد ذلك الإقامة مع أحد الوالدين أم جبراً تصبح بحضانة والدها؟ احنا رأينا تبقى البنت أو الولد بحضانة الأم إلى 7 سنين، وبعد ذلك تنتقل إلى حضانة الأب. نعم، إذا بلغت وصارت مستقلة وراشدة عند ذلك هي تختار، أما قبل أن تبلغ فلا اختيار لها، لأنها في دور الرعاية.